السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعرف في هذا الفيديو القصير إن شاء الله على طريقة مراجعة درجاتك وإجاباتك على سؤال أو أسئلة اختبار على البلاك بورد بعد ظهور النتيجة. بعد ظهور النتيجة قد ترغب في معرفة توزيع الدرجات وإجاباتك الخاطئة، ليش كانت خاطئة، ومقارنتها بالإجابات الصحيحة اللي مفترض كان تختارها أو كان تكتبها. من القائمة الرئيسية تضغط على My Grades أو درجاتي إذا كان النظام عندك بالعربي. راح يظهر عندك كل الأنشطة والاختبارات اللي تقدمت لك خلال الفصل الدراسي. حدد برضو طبعا راح يظهر عندك معلومات عامة لكل نشاط أو اختبار. حدد الاختبار اللي ترغب في مراجعة أدائك فيه، مثلا بروك تيست 2، ميد تيرم تيست 1 مثلا. بعد الضغط على عنوان الاختبار بيصير عندك ثلاثة أعمدة. في العمود الأول بتلقى اسم الاختبار ومعلومات عنه، درجة الوصول مثلا وتاريخ إنشاء الاختبار. في الوسط بتلقى تاريخ وصولك للاختبار، وبتلقى درجتك على اليمين، وطبعا بتكون على اليسار في حالة النظام كان باللغة العربية. إذا أشرت على الدرجة يتغير شكل الماوس أو مؤشر الماوس من السهم إلى اليد. اضغط على الدرجة بعد تغير الشكل المؤشر، فبتظهر عندك كل المحاولة، معلومات عن المحاولة، اسم المستخدم ودرجتك الكاملة والزمن اللي قضيته في الاختبار وكذا. الإجابات بتظهر طبعا، الإجابة الأولى هذه إجابتك، الإجابة الثانية هذه الإجابة النموذجية اللي كان مفترض تأخذها. في حالة توافق إجابتك مع الإجابة النموذجية بتلقى الصحيحين باللون الأخضر وبتلقى الدرجة الكاملة. إذا كانت إجابتك خطأ بتظهر عندك باللون الأحمر مع علامة إكس، وبيعطيك أيضا الإجابة الصحيحة اللي كان مفترض تقدمها، وبيعطيك درجتك اللي هي غالبا تكون 0 من الدرجة الكاملة. أتمنى الشرح يكون واضح، وأتمنى لكم التوفيق.